مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، نحييكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج تحت المجهر. يسعدنا ان نرحب بضيفي لهذه الحلقه الدكتور محمد نبيل الصفري. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالنور. سعداء ان نلتقي معاك في تحت المجهر. ما قصرت. قبل ما نبدا حوارنا الساخن، خلنا في البدايه نتوقف على التقرير ونبدا. من مميزات تخصص الأسنان أن تكون علاقتك بالناس علاقة وايد قوية ومباشرة، يعني مو نفس التخصصات الباجي تحبهم يحبونك. ذلك مميزاتها أن الناس تثق فيك، يعني اللي في العيادة إنسان واثق فيك وما يدري أنت شنو قاعد تسوي داخل خلجة، ولكن هو واثق فيك فيالك، وهذا من الشغلات اللي حببها. نفس ما قلت قبل شوي أن مراجع يدخل عندك حاسب ألم ويمكن ما نام طول الليل ويطلع منك ما في شيء. لذلك نظرة المجتمع لطبيب الأسنان نظرة حلوة لبرستيج معين، والناس يعني تشوفه أنه غير. واحدة من ميزات طب الأسنان أنه وقت العلاج يكون فيه مثل سوالف أو نقاشات مع المراجعين، ودائما أنا اللي أقول وجهة نظري ودائما أنا اللي أتكلم وهو ما يقول شيء. أحد من ميزات طب الأسنان أنه في ناس وايد يخافون منه. نظري أنا إن أنا مالي شغل شنو ديانة الشخص، شنو هو الشخص، أنا لي شغل في شنو قال وشنو سوى. هل اللي قاله واللي سواه شيء زين؟ أما اللي قاله واللي سواه شيء مو زين، سواء كان مسلم ولا لا، يعني ممكن يكون إنسان مسلم يسوي شيء مو زين، مو كون إنه مسلم فمعناته إن أنا أتفق معه وإن أنا أختار مثال لي. ممكن يكون إنسان مو مسلم ولكن سوى للبشرية وللإنسانية أشياء وايد، خصوصاً غاندي سوى للإنسانية وايد في أكثر من دولة. سعى إلى المساواة وسعى إلى الحقوق الإنسانية ورفض العبودية اللي كانت موجودة في جنوب أفريقيا وبعدين نقلها للهند. كان من الأشخاص المناضلين في الهند ورفض الاستعمار. أشياء وايد سواها حق أهله وأشياء وايد غير مفاهيم وايد. كان تأثير غاندي فقط في الهند، كان تأثير غاندي على البشرية في التاريخ، غير أمور وايد. بما أني معلق بالزحمة، فايش رايكم؟ تبون احط صوره كموضوع طبي واتكلم عنه بالتفصيل الممل، او تبون احط فيديو بما ان الكلام يوصل الموضوع اسهل بنفس الوقت تشوفون طلتي البهيه، ولا انوع مره كذي ومره كذي؟ نزال لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ورحب مجددا بضيفي لهذه الحلقه طبيب الاسنان وناشط في السوشيال ميديا الدكتور محمد نبيل الصفري. من وين طلع فيديوهات والله؟ عندك ما شاء الله وايد، يعني هاي تونا بدينا بعد عندنا وايد شغلات نعرضها يعني على الهواء. خلنا نبدا اول شيء عن السوشيال ميديا. كانت لك تغريده في سبتمبر 2014 قلت فيها: للأسف مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت كمية كبيرة من الجهل وقلة الأدب كانت مدفونة ومستورة. أعتقد أنا هذه الشغلة مو بس أنا أعاني منها، وايد ناس يعانوا منها، ومن 2014 اليوم ما زلنا نعاني منها. وايد من مشاهير سوشيال ميديا، إذا نقدر نقول عنهم مشاهير سوشيال ميديا، يعانون من هاي التعليقات، ووايد ناس توجهوا إلى البلوك، توجهوا إلى إن مرات يتحلطمون، مرات يتكلمون. أمانة بصراحة يعني شيء مزعج، يعني بكل صراحة شيء مزعج. خصوصا هي قلة الأدب هذا اللي تذكرتها والجهل تقول كانت مدفونة ومستورة، يعني هي مظاهر موجودة في المجتمع والسوشيال ميديا أبرزها، ولا لا السوشيال ميديا اختلقها؟ لا ما أعتقد أنه شيء ما كان موجود السوشيال ميديا، طلع أتوقع هي كانت موجودة بس ما كانت تبين. يعني مثلا قبل واحد عشان يقول رايه لازم يروح جريده ولا تلفزيون ولا طريقه معينه انه يسعى عشان يوصل رايه. الحين واحد اذا بيقول رايه بس مجرد يشوف تويتر يكتب رايه، وخصوصا الحين اي تغريده تكون على قولتهم صار لها ريتويت وايد ولا انتشرت ولا اي بوست انتشر، هذا واحد يكتب تعليق يبين. يعني واحده من البوستات تذكر انا انتشرت وايد بالكويت، اللي انا طالع لايف وواحد كاتب تعليق شنو عنايتك بشعرك او شو، انتشرت بالكويت وايد. ليش؟ لان صارت سهلة انها تنتشر هالامور هذه. في بعضها غشمره وناسه وكذي، ولكن في بعضها او يصل الى قله الادب معظمها. اي وبيني وبينك انا ما يضايقني قله الادب كثر ما يضايقني الجهل، امانه اتضايق من هالشيء. ليش؟ لان
هالشيء مثل على مجتمعي أنا، المجتمع اللي أنا عايش فيه، سواء المجتمع الكويتي ولا المجتمع الخليجي. لما تشوف إحنا كمجتمع خليجي وتقارنا بالمجتمعات المتطورة أوروبا ولا أمريكا ولا هذا، خلنا نقول أوروبا أكثر شيء، تلاحظ إن إحنا نعتبر مجتمع غير واعي، وهذا شيء مزعج. ليش؟ لأن المفروض نحن نكون مجتمع واعي، سواء ديننا يقول هالشيء، أخلاقياتنا تقول هالشيء، تربيتنا تقول هالشيء. أنا في هالجزئية، جزئية سلوكيات المجتمع وتقييمك للمجتمع بشكل عام، راح أتناولها بعد شوية في سياق الحلقة، لكن لازلت أنا في محور السوشيال ميديا. أنت قبل أيام كانت لك تصريح ذكرت فيه أن القوانين اللي سوتها الوزارة، كنت أتكلم عن وزارة الإعلام، الحين قللت من التعليقات والأشياء السلبية اللي كانت تصير في السوشيال ميديا. لاحظنا تغيير إيجابي من بعد ما حطوا القوانين. صح، تقصد قانون الإعلام الإلكتروني. أي وايد. أنت خصوصاً مؤيد لهذا القانون؟ أوكي، خلنا نقول أنا مؤيد بناء على تأثيره علي. إيه؟ يعني شنو؟ يعني التعليقات المزعجة قلت، ما انمحت لكنها قلت، الناس بدأت تخاف إنه يرفع علي قضية، وصار هالشيء يعني خلنا نقول شيء دارج، شيء وارد. لما نقعد مع ربعنا المحامين نسولف فيها ومشون نقول وايد أهم القضايا صارت مجرد إن هذا سب وهذا قال تعليق ومش عارف إيش، فالناس بدأت تخاف وبدأت الناس شوية توخر، خصوصاً إن تقمت تلمس تأثير تطبيق القانون شخصياً. الموضوع يعني إيه، شوف هو الموضوع قل، سواء يعني سواء كان بسبب تطبيق القانون ولا لأن السوشيال ميديا شوية قلت، ولكن التأثير واضح. إحنا قاعدين نشوف إنه، أو أنا قاعد أشوف إن الموضوع قل، موضوع التعليقات السلبية، السب، الغلط، قلة الأدب قلت، مو نفس أول، لكن موجودة، ما زالت موجودة. بس فأنت القانون هذا تؤيده؟ أوكي، أنا أؤيد تأثيره علي. أنا ما أدري شنو القانون بالتفصيل، بس تأثيره علي تأثير إيجابي، لأن انتقد هذا القانون أنه يحد من حرية الرأي وحرية التعبير، منظمات دولية تكلمت عنه، أنت هني قاعد تقول أن ما لك دعوة في هذا كله. أنا ما لي شغل، أنا لي شغل بتأثير علي، تأثير علي أنا مستانس. في نفس الموضوع قلت أن قانون الجرائم الإلكترونية يخلي اللي مو ريال يصير ريال غصب. إيه، تقدر تقول إيه، لا أتفق مع هالشيء، لأن شوف أنا صار لي موقف أو صارت لي شغلة وايد تضايقت منها. اللي هي؟ لما درسنا احنا طب، درسنا واحدة من المواد كانت اخلاقيات المهنة، واخلاقيات المهنة كانت جزء كبير منها علاقتي في زملائي في التخصصات كلها، شلون تكون علاقتي في زملائي في المهنة، سواء كان طبيب، صيدلاني، مساعد طبيب، علاج طبيعي، كل اللي موجودين في القطاع الطبي لازم تكون لنا علاقة معينة مبنية على الاحترام، اني ما طلع هو غلط، ما اقلل من قدره، ما اقلل ثقة الناس فيه، هذا تعلمناه احنا. يوم من الأيام اكتشفت أن في واحد نزل صورتي عنده في البوست، كان هو دكتور تعرفه شخصيا؟ ما أعرفه، بس أدري منه هو، يعني أدري أنه مشهور في السوشيال ميديا، وكاتب كلام كلش ما يليق عني. فأنا مو نوع اللي دائما أروح أرفع قضايا، أرفع قضايا بس أنت قاعد ترفع قضايا بالحين؟ حاليا لا، بس قبل إيه، وخصوصا اللي خلاني نرفع قضايا هذا الشخص، ان تضايقت وايد ان 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 يعني خلك من انت ريال وانا ريال، المفروض التعامل طريقه التعامل تكون مختلفه، ان انت والله مثلا شيء ما عاجبك فيني تكلمني، بس احنا زملاء، انا وياك زملاء، يعني انت الحين لما تنزل بوست عني بهالطريقه قاعد تاثر بعلاقه الناس فيني، ثقتهم فيني، شغلات وايد، وبعدين مو حلوه. يمكن انا ما ادري شنو البوست اللي هو نزلها، بس يمكن هو شاف شيء خطا انت سويته، وقاعد الناس قاعد يتاثرون فيه من هالباب، كان عنده داعي تصحيح الخطا اللي انت قاعد تسويه، ممكن يكون هذا المبرر. صح، يعني احنا في السوشيال ميديا، خصوصا احنا اللي بالقطاع الصحي، نختلف في امور وايد، ارائنا مختلفه، بس مو معنات هذا ان انا اقلل من قدر اللي قدامي ولا اتكلم عنه بطريقه مو حلوه. اتكلم عن معلومه، اي صح، ترى المعلومه اللي ذكرها فلان الفلاني مو صحيحه، او انا اعتقد انها مو صحيحه. ليش؟ لان انا عندي دليل 1 2 3 4، والادله اللي عندي اقوى من الادله اللي عنده. لكن ان ان ان, إن يكون هجوم شخصي او من زميل لك، كان موضوع بالنسبه لي انا جدا مزعج، وايد وايد اذاني، وايد وايد تضايقت شويه. فرحت رفعت قضيه، ولما راح المخفر كان كلامه مختلف جدا عن اللي صار، فقلت اوكي عشان القانون يعني، بعدين صار غير. كان بالنسبه لي انا كان مساله ما فيها، انه لو رفع علي تليفون اتصل علي قال لي محمد ترى الموضوع اللي كتبته غلط، ولا الطريقه هذه غلط، المفروض تجي ما عندي اي مشكله اني
عادي. وصارت اكثر مره لما انزل موضوع يكلمني واحد يقول لي انا اختلف معك لان الادله كذي كذي كذي. اوكي انا اسف انا ما كنت شايف هالشيء واعدل. نفس الشيء في دكاتره ينزلون شغلات معينه اتصل عليه كلمه اقول له ترى طافك هالشيء شوف هذا. هو ساعه حق هالشغلات اعتقد باب الشهره يعني؟ ما ادخل في النوايا، ما احب ادخل في النوايا ولا احكم على نوايا احد. وكملت بالقضيه ضده ولا كسبتها؟ اي كسبتها الحين اطلع الاستئناف. وما باذن الله ما يرجع. اوكي. ما تبي تقول منو؟ نفس قبل اللقاء قبل الهواء قلت لك انا اشخاص ما يهمني الفكره اللي تهمني. طيب بروح حق زاويه ثانيه ايضا بالسوشيال ميديا. تذكرت أن في أغلب الأحيان ليس لدي سعة صدر لتقبل الانتقاد أو تكذيب ما أنشره، خاصة أنها معلومات غير قابلة للجدال كونها حقائق علمية مبنية على دراسات متخصصة. أول شيء خل أخذ جزئية أن ما عندك سعة صدر. أنت في هذا المجال جمهور واسع جدا من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف المشارب داخل الكويت ويمكن خارج الكويت. صح. من الطبيعي أن تقول أي شيء ما راح تلقى كل اللي معاك يؤيدك. طبيعي راح تلقى ناس معاك وناس ضدك. صح. تنتقدك بشكل علمي وتنتقدك بشكل غير علمي. صح. المفترض كونك أنت ارتأيت في نفسك أنك أنت تكون في هذا الموقع أن يكون عندك ساعة صدر. أتفق معاك 100%. بس هذا مو قاعد يصير. بس هم قاعد يصير. أحاول ما أقدر، صعب جدا يعني. شوف إذا تناقش معي نقاش علمي على عيني وعلى رأسي أتناقش معك لباشر ما عندي أي مشكلة، وبالعكس هذا الموضوع عندي ساعة صدر. بالعكس وايد تعلمت من النقاشات العلمية اللي تناقشتها مع ناس ما بيقول مختصين بس ناس عارفين. إيه بس أنت هني الكلام اللي قاعد تقوله مش موجه لناس متخصصين علميين، انت قاعد توجهه لجمهور المجتمع لجمهور. صح. الناس. لكن لازم يكون، ارجع حق اللي بنتكلم عنه بعدين، لازم يكون احنا شعب واعي، لازم يكون مجتمع واعي. شلون؟ ما يصير انا اتناقش بشيء وانا ما عندي دليل علمي. يعني في امور في كل شيء في الحياه لازم يكون له دليل. حتى احنا الحين احنا في الدين لازم في ادله، الحديث الفلاني، الايه الفلانيه، الفتوى الفلانيه، وفي ادله. ما يصير واحد يجي يوم من الايام يقول لك والله الشغله الفلانيه صح ولا الشغله الفلانيه غلط بناء على رايه. الراي الشخصي في الامور العلميه ما له اي وزن، حتى راي متخصص في امور علميه رايه هو ما له اي وزن. لازم يكون مبني على ادله، يقول انا رايي كذي ليش؟ لان الدليل الاول الثاني الثالث الرابع. هذا كله يقول لك احنا ما نختلف وياك فيه. أيه؟ انت في هذا الموقع يفترض انك انت يكون عندك سعه بال انك انت تتحمل جميع الاراء. صح. لانك انت خلاص انت باختيارك حطيت نفسك في هذا الموقع، فيفترض انك تتقبل جميع الاراء، واللي ما يعجبك مفروض انه خلاص تسكت عنه. طوف. وهو يفترض اشياء وايد. انت ما طوف. غالبا اطوف، بس لا غالبا مو اطوف. غالبا اطوف، بس يوم اللي تبي تطق اطق بقوه. شوف ميزه السوشيال ميديا ان اغلب الوقت مو قاعدين يشوفونك انت شلون ردت فعلك، او مو قاعدين يشوفون انت شنو قاعد تسوي. فلما مرات واحد يكتب تعليق كلش ما له علاقه في الموضوع ولا انتقاد شخصي ولا شيء كلش غلط، تقدر تسوي بلوك وما حد يدري انك سويت بلوك وينتهي الموضوع. بس مشكله اللايف ان الناس تشوفك تشوف ردة فعلك. اكتشفت انا ان خصوصا من اللايف ان انا لا انا ما عندي ساعه بال. انا من زمان ادري ان انا ما عندي ساعه بال، خصوصا يعني مثلا في البيت والله اهلي متضايق يعني جتهم اهلي فترات تعبوا وايد بسبب ان انا ما عندي ساعه بال. قاعد احاول كثر ما اقدر ان اغير هالشيء. بس هنا الموضوع يختلف، يقول لك انت مع اهلك في النهايه اهلك. صح. بيتك هم بشكل او باخر ملزمين يتحملونك، ولدهم بيتك خلاص انت. صح. بعد هناك الوضع مختلف، هناك انت طالع للمجتمع بمحض ارادتك. صح. وتقول لهم انا بقول رايي، واللي عنده تعليق بايخ واللي عنده تعليق مو علمي اذا ما سكت برد عليه. هي قاعد تصير كذي ولا انا غلطان؟ صح هو وكلامك صح، طريقتي غلط، اتفق وياك 100%. بس انه اللي شوف اللي ضايق انه علشان ننزل معلومه واحده
أنا متأكد أنا واللي موجودين معاي كلهم في المجال الطبي إن عشان نزم علوم واحدة قاعد تتعب يعني قاعد تسوي سيرش وقاعد تقرأ إيه صح. فتخيل الناس ومو بس كذي يعني لما أنت الحين لما أنت مو بس إن تجمع المعلومات وتوصل معلومة لا لا لازم تيجي تقول المعلومة بطريقة معينة إن الناس تفهم اللي أنت قاعد تقوله من خلال هال 15 ولا 20 ولا 30 ثانية عشان توصل الفكرة هذه، خصوصا إن في وايد ناس لما مثلا بسناب ما راح يسمع الستوري كلها، فانت تحاول تسوي تعطي الزبده طريقه معينه. فتخيل انت تتعب هالتعب هذا كله وبعدين يجيك واحد يقول لك والله لا غلط، ليش؟ لان انا جربت وما صارت. تعرف اللي اوكي خلاص خله ما يصير حقره صعب ليش؟ لان مرات شو يصير مرات انه يتغير موضوع البوست ولا موضوع هذا الى شيء ثاني والناس تضيع واللي قلت انت ما وصل فتضايق، وخصوصا انه يعني تعرف اللي هاي شغله فيني من وانا صغير دائما امي تقول لي هالشيء ان انا قلبي على غيري، خصوصا مثلا يعني اخواني. امي قالت لي ان وصيتها بعد عمر طويل ان انت تدير بالك على اخوانك، ليش؟ ان انا احترق قلبي لما اشوف شيء غلط، احترق قلبي ان في هالشيء غلط. فلما اشوف هالشيء ويصير وايد عندي اكو ناس ممكن يكونون هم متخصصين موجودين في السوشيال ميديا ما عندهم شغل، وظيفتهم ان يبون يقثونك، يبون يستفزونك. انا مقتنع باللي تقول عني تستفز اي فتنجر الى لهم، وممكن هذا يأثر سلباً على الفكرة الأساسية اللي أنت تبي تسويها، على الخط الأساسي اللي أنت بتسويه، قد يخلي الناس تكش من الدكتور محمد. فقمت أنا قمت شنو أسوي؟ يا أني أمسح التعليق، أو أني مثلاً أعطي بلوك إذا كان التعليق مو محترم ولا هذا، أعطي بلوك. أحاول كثر ما أقدر أني ما أرد، بس أمانة مو كل مرة أنجح. مو كل مرة، لأن أنت بعضهم قاعد تقول اللي يقبل يقبل واللي ما يقبل بالطقاق. كلمة بالطقاق وبعض الكلمات اللي تستخدمها أبي أكمل نقاشي حولها، بس بعد الفاصل فاصل قصير ونعود. كلكم سمع أن ما يصير تشرب ماء وانت واقف، أو ما يصير تشرب ماء دفعة واحدة، أو ما يصير تشرب ماء بارد يأثر على جسمك وأعضاء جسمك. يقول أنها شيء سبب تليف الكبد، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نشرب ماء ثلاث دفعات وإحنا قاعدين. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نشرب الماء وإحنا قاعدين، نشرب الماء على دفعات، هذا مو سبب يخلينا نألف معلومة طبية علشان نسوي هالشيء. شربت الماء وانت قاعد فانا راح يوصل حق المعدة ويتم تهيئته في المعدة، بعدين يروح حق الكبد عن طريق الأوعية الدموية. شربت الماء وانت واقف فانه يوصل للمعدة ويتم تهيئته في المعدة عن طريق الأوعية الدموية يوصل للكبد. اذا شربت دفعة واحدة يتم تهيئته في المعدة، على ثلاث دفعات كذلك يتم تهيئته في المعدة. اذا شربت بارد يتم تهيئته في المعدة. لو تشربه وانت مكوكس راسك تحت وريلك فوق يتم تهيئته في المعدة. انه فيكم يقول ان المسواك بروحه كافي لتنظيف جميع الاسنان، طبعا ما عندك سالفه، لان المسواك ما تقدر تنظف الاسنان من داخل ولا تقدر تنظف بين الاسنان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم طرق ثانيه لتنظيف الاسنان. من وين جبت هالمعلومه؟ اختي الفاشينيستا، لما تتكلمين عن اي منتج طبي مهم جدا تتكلمين من باب درايه، لازم تعرفين الراي الطبي قبل تتكلمين عنه، ولازم تعرفين ان تجربتك الشخصيه في هذا الموضوع او في هذا المنتج لا تعني ولا شيء في ميزان الطب والعلم والصحه. يعني عادي في شغلة تجربينها وتقولينها زينة، ولكن في آلاف غيرك يجربونها وينضرون، ليش؟ لأنها ما تناسبهم، فالتجربة الشخصية ما تعني شيء. كذلك احنا ندري ان في شغلات وايد انتم تتكلمون عنها وتقولون انكم مجربينها وانتم في الأساس مو مجربينها، لأن في أشياء تدل ان انتم مجربينها. يعني على سبيل المثال لما تاخذين منتج معين تقولين انا جربته مدة اسبوع ونتيجته وايد زينة ولاحظت تغيير على نفسي، واحنا ندري ان هذا ما يبين مفعوله الا عقب شهر مثلا. فجد والله لو سمحتوا المنتجات الطبية لا تتكلمون عنها. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، ولا زال حوارنا مستمر مع ضيفنا لهذه الحلقة دكتور الأسنان والناشط في السوشيال ميديا الدكتور محمد نبيل الصفي. شلونك؟ تمام 100%. كمل حوارنا. توكل. قبل الفاصل تكلمنا عن ضيق صدرك في تقبل النقد الجارح
مو النقد، خلنا نقول الجارح. أنا قلت الجارح. لا لا يعني شوف الهجوم. الهجوم علي أنا شخصيا، أنا عادي مش كلام مني يطلع مني تمام، لكن أكيد إن اللي يدخل مني يطلع لي. الهجوم الشخصي عادي يعني ما تتأثر فيه. لا لا الهجوم الشخصي عادي يعني الحمد لله رب العالمين، أنا واثق بنفسي وعارف أنا شنو، وعارف يعني لما واحد يقول عني شغلة هي مو فيني، هي مو فيني، وإذا قال شغلة هي فيني بعيش أسوي هي فيني، فما راح يأثر فيني وايد. لكن اللي يزعج لما أحد يتكلم في شيء، خلنا نقول في فكرة معينة، في معلومة معينة، في شغلة هذه بطريقة غلط، إيه هني بالنسبة لي يكون مزعج. في واحد كتب تغريدة قال لك الجميع ينتقد تصرفاتك، ورديت عليه قلت له بالطقاق شنو تبي أسوي لهم؟ إيه ما أدري كان على شنو. استخدام هالكلمة مقاسية شوي. انت في النهايه تقدم نفسك هذا ايه ذكرت اقول لك ناشط وفاعل في المجتمع ومؤثر بالطقاق، اللي عاجبه عاجبه، اللي مو عاجبه طق راسه بالطوفه. طبعا انا قاعد اقول الحين قاعد ازيد بهارات من عندي، بس مو 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 بهارات، ويمكن تقريبا تقدر تقول صح مو غلط. يعني شوف اللي صار انه نزلت صوره اربع سنان عقل شايلينهم من واحده المراجعات تمام الاسبوع اللي طاف، وصارت عليها ضجه ليش ما ادري. أنا هذا اللي مستغرب أن ليش صارت عليه ضجة، وخصوصاً اللي سووا الضجة. يعني شلون يعني شوف أنا أتفهم أن واحد مو طبيب أسنان ما يعجب الموضوع ويتضايق ويخاف ويقول لا وايد تو ماتش أنك تشيل أربع أسنان مرة واحدة، أوكي أتفهم هالشيء. شرح لا أقول الموضوع سهل وبسيط وهذا ما في أي مشكلة، لكن أني أشوف طبيب أسنان يقول ما يصير، على أساس ما يصير؟ شلون تقول يمكن عنده دراسه معينه او بحث معين استند له، في النهايه الحقائق العلميه مش حقيقه واحده ولا بحث واحد فقط مسلم فيه، اكيد اكو مدارس واكو. هذا الرد له بعدين لان موضوع شويه طويل، بس إن الفكره لما انت تقول هالشيء يصير وهالشيء ما يصير لازم يكون مبني على دليل. ارجع واقول اي شيء متعلق في الصحه في الطب هذا ما يصير تقوله لان انت تعتقد هالشيء او ان انت رايك هالشيء. ممكن واحد يقول لك والله لا انا جربت في عندي مراجعين اشيل لهم اربع سنان مره واحده يتعبون، وهذا تجربه شخصيه. ارجع اقول ما لها وزن، ليش؟ لان ما في شيء فيسيولوجي يقول ان انت ما يصير تشيل. طيب بس انا مو قاعد اتكلم الحين، مو قاعد اناقش جزئيه الاربع سنان تنشال ولا ما تنشال عدل ولا غلط. اللي صار انه صار طريقتك بالرد كانت عنيفه، فاللي صار النقاش يعني تخيل ان يومي كان بس عن هذا الموضوع. انزين بس هذا، تويتر عندي ما وقف، السوشيال ميديا كلها ما وقف، الدايركت ما وقف، التعليقات في انستغرام ما وقفت، السناب شات. انا اللي مستغرب زين ايش فيكم؟ انا شايل دروسي الاربعه كله بنفس اليوم، انا شيء روتين نسويه مو بس بالعياده. لما درسنا في بريطانيا نفس الشيء، درسنا في امريكا نفس الشيء، لما درسنا بمصر نفس الشيء، في المانيا شيء روتين يسوونه. ليش هالضجه وليش هاللويه؟ فلما الموضوع صار يضايق من ناحيتين، ان ناس ما عندهم علم قاموا يقولون هالشيء، وناس مفترض أن يكون عندهم علم المفروض يعرفون أنها شيء عادي، فصارت وايد لوية. فلما ياني واحد قال لي أنتقد تصرفاتك، طقك سوي لك شو سوي؟ شنو مطلوب مني أسوي؟ أضايق إن لا كيفهم ما أستخدم، ما أقول بالطق كيفهم. لو يرجع فيني الزمن ما أستخدم نفسه. ليش ما مسحتها؟ تمسح الليلة؟ ما أدري أمسحها ما أدري. واحدة ثانية خل أعطيك أنا مثال ثاني. يعني قمت الصبح، ما أدري كان الصبح ولا الظهر الحين ما أتذكر، يعني كنت قاعد تأكل بروتين بار. أي عدل زين. دشت عليك واحدة وقالت لك ذابحنا على الأكل الصحي ومقلق حياتنا وأنت تأكل كاكاو على الصبح. حلو الكلام للحين تمام. ترديت على هي ما تدري إن أنت مو قاعد تأكل كاكاو صح، بس أنت شردت عليها. قلت لها والله تعليقك الغبي هو اللي يذبح. هذا بروتين بار. طبعا حطيت خمس نقاط نقطة نقطة عديتهم أنا خمس نقاط زين. يعني تعليقك الغبي مرة ثانية ما في قسوة. بلى بس هو التعليق الغبي مو هي الغبية، يفرق. هذا أول شيء. ثاني شيء إنزين، ثاني شيء إحنا نعاني في مجتمع يحكم على الأشياء بدون لا يعرفها، وهذا شيء مزعج. أتوقع أنا أنت قاعد تمر بنفس الشيء وايد. تعليقك يعني حكمك المسبق عليه وانت ما تدري شيء مزعج. ما يصير انت تحكم على شيء بناء على نظرتك انت، انت ما تعرف. يعني واحده من الشغلات اللي دائما تنقال عني ان انت مغرور، وانت قلت في سالفه الاربع ضروس انك انت مغرور. اي كان مجرد رد،
بس علشان انه رد زين طيب. بس ان الفكره ما فيها ان ما يصير تقول عن شخص مغرور بدون لا تتعامل معه وتعرفه. ما يصير تقول عن شخص مغرور لانه نزل كتب تغريدتين من وعنده 70,000 تغريده. على اي اساس انت حكمت ان هذا الشخص مغرور شيء؟ مره ثانيه هذا كله قد لا يجادلك فيه انسان عاقل ومنصف. النقطه فقط اللي احنا قاعدين نركز عليها محمد الصفي دكتور مؤثر انسان انسان لكن ارتضى انه يكون في موقع صح. معين لا ضريبته في النهايه الشهره لها ضريبه صح. ضريبتك انه اكو عندك ناس عشان اكون انا ايضا بعد دقيق لا تاخذ مو واعيين بالمقدار الكافي اللي يستوعبون اللي انت قاعد تقوله، فانا اما ان ما ارد عليهم او ان لما ارد عليهم ارد عليهم اخاطبهم بمستوى عقلهم، بس اقول له تعليقك غبي وكلامك غبي واذا عاجبك عاجبك واذا مو عاجبك بالطقاق. اوعدك ان من رايح راح ادير بالي زياده. زين بس انت هم تؤكد ان نسبه الغباء عندنا احنا زايده صح؟ شوف هم هذا تغريده هاي تغريده لك، قلت ان نسبه الغباء كمية الغباء زايدة يا ناس من اللي أشوفه. الواحد مرات يتمنى يصير غبي ويضيع بالطوشة وينسى. زين أنا شلون قاعد تقيس مستوى زيادة نسبة الغباء؟ أنا أؤمن أن في إنسان غبي وفي إنسان ذكي. في ناس كل ما يقول لك لا ما في إنسان غبي ولكن الذكاء متفاوت. أنا أؤمن لا أن في إنسان غبي. في اختبارات تبين إذا أنت إنسان غبي ولا ذكي. أنا أؤمن بهالشيء. مو تحقيرا حق اي احد، مو تعالي لا كلش 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 مشي. اؤمن ان الناس قدرات وان الناس، وبنفس الوقت اؤمن ان الانسان يقدر يطور من نفسه ويصير انسان ذكي. مو انت انولدت غبي راح تصير غبي طول حياتك، ولا انت ذكي انولدت راح تصير ذكي طول حياتك. لا، هي مهاره تقدر تطورها وتقدر تصير ذكي اذا انت مو ذكي. فلما الانسان يرضى انه يكون مو ذكي ويرضى بحاله ويرضى انه ما يطور من نفسه، انا بالنسبه لي هالشيء جدا مزعج. انا ما لي شغل بالناس. انا مو معنات كلامي ان انا وصي على الناس ولا ان انا ابي الناس يسوون شيء معين، بس ان نظرتي شخصيا حق نفسي مثلا ان انا دائما في سباق على طول، دائما انا اطور من نفسي. دائما اذا انا اليوم ذكائي 90% لازم باشر يكون 91%، اذا انا ذكائي اليوم 70% لازم باشر يصير 75%. انا احب دائما ان انا اطور من نفسي، دائما احب اللي معي حواليني خصوصا اهلي ان دائما يطورون من نفسهم. اتمنى ان افراد المجتمع يصيرون نفس الشيء، دائما يطورون من نفسهم. ليش؟ لان اذا هو طور من نفسه انا مجتمعي وحياتي راح تتطور. طيب. لان احنا كلنا عايشين مكان واحد. عندي فيديو بحطه الله يستر، وبعد الفيديو بساله. الفيديو هذا قبل كم يوم وصارت هم عليه شويه لغط وصار عليه. طبعا جاهز نشوفه. انا سمك صح؟ وعقب السمك شنو نشرب لبن. فاللي يقول نصير في شيء نطر فيديو جاي، إذا طلعت معناته ما في شيء. زين أنت الحين طلعت الحمد لله، ما فيك إلا العافية يعني. زين الفيديو إحنا حطيناه مثال. زين ينتقد الدكتور محمد الصفي بأن هو طبيب أسنان لكن قاعد يفتي في أمور طبية صح في غير مجال تخصصه. أختلف معك بس ماشي. لا أنا قاعد أقول لك ما ينقل عنك. أوكي. هذا مثال. زين قبل لا ندش على المثال هذا خلني اقول نقطه. ايش خلنا نقول شويه مزعجه حق اللي موجودين بالمجال الطبي كلهم. تفسير الامور الدينيه بجانب صحي غلط. يعني لما نيك واقول لك ما يصير تشرب الماء مره واحده نفس الفيديو اللي حطيناه. ليش؟ لانه مو زين على الكبد. ولا مثلا يقول لك والله مثلا يسبب لك مرض معين ولا هذا ما يصير. على اي اساس انت ذكرت هالشيء؟ على اي اساس انت قلت هالشيء؟ سمع رجل دين استنادا الى حديث نبوي او ايا كان. يعني لما احنا نتكلم عن المعلومات الصحيه، معلومات طبيه، لازم يكون مبني على دراسات. اذا في حديث او شيء ما له تفسير طبي، الطب ما وصل ليله للحين، ما في مشكله ان انا اقول والله ترى هذا منهي عنه لا تسوي. ما ندري ليش ما ندري، بس لا تسوي هالشيء راح يضرك أو لا تسوي شيء لأنه نهي عنه. مو شرط أنه نهي عنه لأنه في سبب طبي، مو شرط أنه نهي عنه لأنه في سبب. هذا ممكن يكون شذي، هذا يكون ممكن يكون من هالزاوية، هذا أنه قد ما يكون في شيء واضح صح علمي يقول أن في ضرر شرب اللبن مع السمك. بس العلم شنو قال؟ العلم قال إذا شربت الماء واقف قاعد مرة واحدة ثلاث مرات بارد حار ما فيك ضرر،
العلم قال إذا أكلت سمك وشربت لبن ما في ضرر. فلما نيجي نقول إذا كان في نهي إحنا نتعامل مع النهي لأن نهي بغض النظر شنو السبب العلمي، إذا كان في سبب علمي وراه، لأن ما يصير نألف معلومة طبية وهي مو موجودة. يعني أنا لما نيجي أقول والله مثلاً أنت الحين، بس أنا خلني على هالجزئية هذه، أنت الحين طلعت وقلت إن اللي يشرب لبن ويأكل سمك ما في ضرر، ما في ضرر طبياً، ما في ضرر. طيب إذا فرضنا جدلياً إن بعد 5 سنين 6 سنين 7 سنين العلم قاعد يتطور، طلعت دراسة وتقول إن لا في ضرر، نفس ما صارت على قضايا معينة مثل ما كان يقولون قبل مثلاً عن البيض، إن البيض بيتسبب في مثلاً كثرته أو whatever، يعني صح. قبل 10 سنين أو 15 سنة صح. موضوع ارتفاع الكوليسترول، الحين لا يقولك بالعكس أكل بيض لأنه جيد حق البروتين. ممكن هذا الحين ماكو شيء واضح صح. يقول إنه هو زين أو مو زين، لكن ما تقدر تسويها، بس بعد 10 سنين لا مو يتغير الوضع. إيه؟ يعني إذا أنت تغير، لكن طلعت الحين وعطيت شيء قاطع أنه ما في ضرر. ليش؟ لأن العلم الحين يقول ما في ضرر. مثل ما أنت قلت أنا بعد 10 سنين ممكن يطلع شيء يقول أنه في ضرر، ممكن بعد 10 سنين يطلع العلم مرة ثانية ويأكد أنه ما في ضرر. فمو المفروض أني أنت تأمن حالك وتأمن الناس اللي لا. قاعدة تطالعك وتقول لهم أن ترى العلم حتى الآن يا جماعة أثبت أن ماكو ضرر حتى اللي الآن، أن العلم يقول ما في ضرر. هذا اللي قاعد أقوله أنا، أن العلم يقول ما في ضرر، مو رأيي شخصي. يعني أنا شخصيا مو هذا رأيي، في أمور وايد أنا أذكرها في السوشيال ميديا معلومات طبية أو معلومات علمية مو رأيي وأنا مو عاجبني. مثلا واحدة منهم السيجار الإلكتروني، يعني مو عاجبني رأيي أو مو عاجبني الرأي العلمي اللي وصل له العلم، أنا مو عاجبني هالشيء، ولكن هذا العلم. بس أنت طلعت وقلت إن هي أفضل من السيجارة العادية. ما قلت أفضل، قلت أقل ضرر. يفرق وايد، أقل ضرر. يس. وموضوع إن أنا أتكلم في مواضيع خارج عن الطب، خلنا نفصل فيها الموضوع علشان توصل الفكرة دي. أنا أشوف إن هذا الموضوع خذ وايد أكبر من حجمه، وايد أكبر من حجمه. المفروض إنه إيش دعوة؟ احنا المفروض شعب واعي، المفروض ان نسعى ان نكون اشخاص واعين. لما نكون شخص واعي انا ما يهمني شنو قال، ما يهمني منو قال، يهمني شنو قال. مو مهم منو هذا. دائما اضرب هالمثال، قبل كان عندنا خادمه مسيحيه، تمام؟ لما كان ياذن كانت تسمع امي محمد روحوا صلوا، محمد واحمد انا واخوي محمد واحمد روحوا صلوا، روحوا صلوا. لما ياذن اذن وقالت لنا تقول لي محمد روح صل عشان قبلت ماما ان انت مصلي. إنزين هي مسيحية، هل أسمع كلامها ولا أقول لها مو تخصصك؟ أنا لي شغل من الصح، الصح ما يمثل محمد والغلط كذلك ما يمثل محمد. لما أنا أذكر معلومة، المعلومة هي صحيحة ولا غلط بغض النظر أنا شنو. حتى في أذكر مرة حطيت واحدة قالت لي أنت طبيب أسنان شكو قلت كذي، قلت لها إن شاء الله أنا طقاقة، المعلومة صح ما لها علاقة كلش. الأمر الثاني، المعلومات اللي قاعد أذكرها أنا هي مو معلومات متخصص، مو معلومات طبيب، مو معلومات شخص ونجاح صحي. بريطانيا، واضرب دائما في بريطانيا لان انا درست واشتغلت هناك وشفت النظام الصحي وشفت التوعيه عندهم شلون. المعلومات اللي قاعد اذكرها هي معلومات الشعب البريطاني اغلبه يعرفها ومتوفره لهم في موقع، موقع وزاره. اي واحد عنده اي مشكله صحيه يدخل موقع الوزاره يحط الشغلات اللي يعاني منها او الشغلات المعينه اللي يعاني منها او الاعراض او 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 ويعطونه توعيه. اللي انا قاعد اقوله كل اللي سويته ان انا قاعد احاول انقل هالمعلومات اوصلها حق الناس عشان يستفيدون. ليش؟ عشان نوعيهم. عندنا ثقافه صحيه غلط في الكويت، تصرفات صحيه غلط وايد. هذا مره ثانيه دورك، ولا انت قاعد تتعدى على ادوار دكاتره متخصصين في هذا المجال في التغذيه؟ تدري متى اتعدى على ادوار؟ لا، متى اتعدى عليهم؟ اتعدى عليهم اذا انا اعطيت تشخيص، اذا انا اعطيت حل، اذا انا اعطيت علاج. ايه غلط، انا عمري ما اعطيت علاج او تشخيص حتى برا تخصصي العصب. لما يجيني واحد عنده مشكله باللثه اقول له تدري شلون؟ خل نروح حق اخصائي اللثه وهو يعطينا تشخيص وعلاج. هذا دوره، هذا تخصصه. انا لما اجي اعطي معلومه هي من باب التوعيه لا اكثر ولا اقل. كوني ان انا اشتغل في مهنه معينه ما ينفي انه يكون عندي اهتمامات ثانيه. انا عندي اهتمامات ثانيه، وكوني اشتغل في المجال الصحي فانا اهتماماتي اغلبها صحيه. كوني ان انا كانت عندي تجربه كنت وايد متين وضعفت فانا وايد مهتم في الصحه. فأنا وايد أقرأ في الصحة، وايد أدرس في الصحة، دراستي وايد درست فيها في المجال الصحة. ماشي، هل الجزئية هذه ما ممكن هي سلاح ذو حدين؟
الان احنا الحين دكتور محمد الصفي قبل ما يعطي اي معلومه حسب ما هو قاعد يقول انه قاعد يتعب على المعلومه وقاعد يقرا وقاعد يبحث وقاعد ينزلها، لكن يؤخذ على مره ثانيه بين قوسين مشاهير السوشيال ميديا ان السواد الاعظم قاعد ينشرون في اشياء غير علميه غير صحيحه، لان كل واحد قام يدعي ان انا قاعد ابحث وانا قاعد اسوي خلاص الكل عطى نفس الحق. فالحين انت شلون تفرق الغث عن السمين؟ في مسؤوليه من ناحيتي انا مسؤوليتي ان انا اقدم لكم معلومه صحيحه، مسؤوليتي ان انا ابحث وايد علشان توصل لك معلومه صح. ما الاخرين ايضا راح يقولون نفس الكلام، ما يخالف. كذلك انت كمتلقي من مسؤوليتك ان انت كذلك تتاكد، مو مسؤوليتك ان انت تاخذ التلقى المعلومه خلاص. احنا تربينا وتعلمنا في المدرسه ان واحد يقول واحد يسمع وان دايركشن صح، وهذا مو صحيح. هذا الشغلات اللي احنا تعلمناها لما رحنا درسنا برا. لما رحنا درسنا برا تعلمنا ان لا 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 لا، اللي قاعد يشرح الدكتور او المحاضر او 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 يعطيني طريقه البحث، يعطيني طريقه التعلم وانا اروح اتعلم. لازم نغير طريقه هالشيء فينا احنا في مجتمع. صحيح صحيح ان انا دوري في هذا الشيء جدا بسيط وصغير، ولكن انا اؤمن ان لي دور وما راح اوقف اني اقوم بدوري. انا ماشي بدوري سواء غيري مشى بهالشيء ولا لا. طيب انا بوقف لان بطلع فاصل وبرجع شويه نبش في قضيه ماكدونالدز، يلا ونروح على مجتمعنا اللي انت تعتبره مجتمع عنصري. بس بعد الفاصل، فاصل قصير ولا لا. الخوات تسوي كيك وحلو تبينا ننشر حسابها. طبعا انا ما استغربت انها تطلب مني انا هالشيء، ولا استغربت ان المكونات كلها زبده ودسم ولويا، استغربت ان الحليب خالي الدسم داش بالعرض وبس. في ناس ياكلون 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 ما يمكنون، مع انهم ما يسوون رياضه ولا يتحركون. الناس ما احبهم. اذا تعرفون احد كذي حطوا له منشن خليه يعرف ان يكرههم ما يحبهم. ناس يقولون انا عادي اكل وجبات سريعه لان انا مهما اكل ما امتن. يا ريت الموضوع جاي على المتن. هي دهون مشبعه تسكر شرايينك، هي هرمونات تخرب انزيمات الكبد بجسمك، هي شغلات تسبب اكتئاب وبلاوي وايد زياده. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، ولا زال حوارنا مستمر مع ضيفنا لهذه الحلقه طبيب الاسنان والناشط في السوشيال ميديا الدكتور محمد نبيل الصفري. متأخر إذا قلت لك مبروك على حكم البراءة اللي حصلت عليه في قضيتك مع المدرات. الله يبارك فيك. متأخر وايد ولا؟ والله ما أذكر متى طلع الحكم. استئناف طلع قبل يمكن 3-4 أشهر. استئناف. أي. فأنت كسبت الاستئناف والحكم الأول. أي. على مكدونالدز. أي الحمد لله. هذا يعتبر حكم مجازر على المستوى المحلي، حكم تاريخي تعتبره؟ والله أتوقع حتى على المستوى العربي إذا مو العالمي. يعني كم شخص تعرفه فاز ربح قضيه ضد مطعم شيب هالكبر؟ ما اعتقد ان اعرف احد. صح، ما اعرف محمد نبيل صفي بس فهو شيء 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 كبير، بس حاولت اني ازقر الموضوع كثر ما اقدر. ليش؟ اوريدي في اتهامات تقول ان انا ماخذ الموضوع شخصي معاهم. انا مو ماخذ الموضوع شخصي معاهم، انا ماخذ الموضوع شخصي مع كل مطاعم وجبات سريعه لان كلهم مضرين. فانا لما صدر الحكم كل اللي سويته ان نزلت فيديو قلت ترى صدر الحكم اليوم الحمد لله براءة، وبالنسبه لي انا ما راح ارفع قضيه تعويض، تنازلت عن حقي في التعويض، وبالنسبه لي هذه صفحه تسكرت وخلاص مشينا حق صفحه الباجي. وانا مستمر في التوعيه، قاعد استمر في التوعيه، ولكن ما ابي توصل الفكره ان الموضوع شخصي، ان انا مرفوع علي قضيه ولا انا اوريدي مستقصدها من اول فمرفوع علي قضيه فانا بطلع حرتي. لا، مو هذا الهدف يعني. طيب لكن انت الحين مثل ما تقول حصلت على حكم الاستئناف. الحمد لله. طيب مره ثانيه نبارك لك. بس ابي افتح قوس هنا، قوس مهم. طلعت في لقاء على السوشيال ميديا مع زميل شعيب الهاجري في برنامج سوار شعيب قبل طبعا الحكم. صح. طبعا انت لما طلعت باللقاء قلت ان انت متوقع ان انت راح تاخذ حكم ادانه صح
ما كنت حاط احتمال انك انت راح تكسب حكم ضد ماكدونالدز. هو المحامي كان يقول لي بلى لك فرصه قويه، بس انا ما كنت مصدق. يعني كنت اقول دائما، يعني دائما كانت الفكره في بالي انه ما يصير مطعم بهالحجم يدخل قضيه وفي احتمال انه يخسر. طيب شيء حاط في بالي، بس انا مو هذا القوس اللي بيتكلم عنه. القوس اللي بيتكلم عنه، انت سويت ريتويت حق واحد مغرد كتب تعليقا على الحكم على جزئية اللحم الصافي من منتجات الشركة إن أقل من 15%، وبعدين قال أبي اللي قابل الدكتور محمد الصفي، وطلع له تقرير من مخباته. أنت سويت رتويت حق هذا. زين. طبعا التقرير اللي طلع من مخباته حسب كلامه يقصد فيه التقرير اللي طلع. أول شيء الحكم هذا الحكم اللي انتشر مو حكمي أنا، حكم واحد ثاني اللي هو نسيت اسمه، شيف مشهور بريطاني، مو حكمي أنا. فالناس ربطت ان هذا الموضوع متعلق فيني انا، فانا نزلت الموضوع عندي وقلت انا هذه الصوره اكثر صوره وصلتني بحياتي كلها. فالحكم مو حكمي انا. طيب خلنا في جزئيه التقرير. التقرير طلع في اللقاء. باللقاء انا قريت التقرير. انت قريت التقرير. التقرير يقول انه ما فيها مواد حافظه. وانت طلعت بعد اللقاء وقلت انا كل ما جرى في هذا اللقاء انا راضي عليه 100%. صح. انا ارجع واقول ان اللقاء انا شفته قبل لا ينزل، وانا كنت راضي عنه وما زلت راضي عنه، وابدا ابدا ابدا الناس على بالهم ان انا شايل على شعيب ولا في شيء بيني وبينه. بالعكس، انا ما في بيني وبين شعيب اي شيء. شعيب يظل صديق عزيز واخو، وما انسى له، قلت له اياها من قبل، ما انسى له انه هو سعى انه يتنازلون، هو من كيفه لا قلت له ولا شيء، هو بروحه تطوع حق هالشيء وانه كان يبي هالشغله. طيب لكن انت قلت الحين اتوقع الحين بين ان التقرير اللي في سوار شعيب في شيء مو طبيعي. المعلومات اللي قلتها كلها مبنيه على دراسات وابحاث عكس الكلام اللي في حلقه سوار شعيب. صح. فسر لي هذا. زين، انا الكلام اللي قلته قبل تقرير شعيب او تقرير حلقه سوار شعيب كان مبني على دراسات علميه، وكان مبني على مواقع المطاعم. مواقع المطاعم يقولون احنا عندنا 1 2 3 4 سواء كانت مواد حافظه، املاح، دهون، نوعيه الدهون، كميه الدهون، سعرات حراريه، شغلات وايد، هم ذاكرين هالشيء. فلما شعيب حطاني التقرير، انا كوني انسان علمي ما راح اقول له لا انا مو مصدق. انا انسان علمي، في دليل قدامي. الدليل قدامي يقول 1 2 3 4 ممكن ان تغير هالشيء. مثلا الدراسه اللي انا قريتها قبل سنتين، الحين المطعم تغير، اي شيء في سبب صار انا ما ادري شنو. التقرير يقول انه ما في مواد حافظه. طيب شو صار بعدها؟ اخذت نفس الشيء وديته حق نفس المختبر. نفس الشيء شنو اخذت يعني؟ اخذت تشيز برجر. اوكي. 10 وديتهم حق المختبر. اوكي. وفحصتهم مرتين. اي مختبر وديتهم؟ نفس المختبر. نفس المختبر اللي راح له شعيب وطلع منه تقرير. اي. رحت له نفسه. نفسه. طيب. والتقرير طلع انه مبنى فيها مواد حافظه. فسر لي هذا شلون يعني مو معقوله. نفس المختبر لما عمار يروح له يقول له ان الماده اللي اعطيتنا اياها سليمه، لما محمد يروح له يقول له لا الماده مو سليمه. صح. مشكله المختبر يعني ولا هو لقائي في سوار شعيب كان مدته ساعه ونص، واللي طلع حق الناس 20 دقيقه. تمام. ارجع اقول انا راضي بال 20 دقيقه اللي طلعت، مو قصدي ان مو شيء ما عجبني ولا هذا، ولكن لما شعيب قال لي على التقرير، قبل اشوف التقرير قلت له شعيب انا ادري انه ما في مختبر بالكويت تقدر يطلع لنا هالشيء. فقال لي انا عندي تقرير من المختبر. قلت له شعيب انا ادري، انا قبل انت تطلع التقرير، قبل تروح انت تفحص، انا رحت حق 1 و2 و3، رحت حق جامعه الكويت معهد الابحاث، رحت حق كليه العلوم، استغفر الله العظيم، كليه العلوم الحياتيه، انا ابي افحص هالشيء. رحت النادي العلمي ما لقيت، رحت مختبرات خاصه ما لقيت. قلت له انا ما لقيت احد يقدر يطلع التقرير. فقال لي ان هذا التقرير من المختبر الفلاني اعطوني. عندهم شهاده ايزو. عندهم شهاده ايزو وكل شيء. طيب اليوم اللي على طول اليوم اللي وراه دقيت عليهم، قلت لهم انا عندي شيء ابي تفحصونه، ابي تطلعوا لي المواد الحافظه اللي موجوده فيه. انا ادري ان في وطلعوا لك. اي قلت لهم انا ادري ان في 1 2 3 4 مواد حافظه، طلعوا لي كمياتهم. فقالوا لي اوكي. فسر لي هناك ماكو وهني اكو. ما ادري والله صراحة ما أدري. خطأ في المختبر، عشان كذي سويتها مرتين. أنا في شيء غلط صار. أنا متأكد 100% أن شعيب ما يكذب. متأكد هالشيء، مو قاعد أقول هالشيء إعلامياً ولا قاعد أقول هالشيء دبلوماسياً ولا شيء. أنا عارف شعيب إنسان صادق، ما عنده
ما راح يكذب علشان يسوي شيء معين. وشايب هو لمن يا قال ان انا الخلل بالمختبر. اذا بتقول لي ان في خلل في المساله كلها بقول لك الخلل بالمختبر. انا عارف شعيب ما عارف مختبر. طيب هني بالمناسبه انت غررت في ذاك الوقت وقلت تدري ان ولا جمعيه طبيه تحركت معاي او اصدرت حتى بيان او رفعوا السماعه. صح. احد وقف معك في الموضوع؟ لا. ليش؟ عندك خلافات مع الوسط الطبي مع لا لا الجمعيات لا لا الموجوده؟ لا لا قضيه كانت معروفه وكانت حديث الناس في ذلك الوقت. لا لا يعني بس احنا الجمعيات الطبيه احنا من زمان ما لها دور مؤثر متوه يعني ما عن شيء يعني بس انا من زمان نقابات في يعني في جهات كثيره ما يعني ما اذكر ان في احد منهم جمعيه اطباء الاسنان على الاقل ربعك يعني. شوف اللي 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 صار خل عشان اكون صادق الدكتور حسين الخباز رفع التليفون علي وهو رئيس نقابه او رئيس نقابه اطباء او شغله كذي وصارت مشكله وبعدين فلوا النقابه مو عارف التفاصيل بالضبط بس هو الوحيد اللي رفع السماعه وكان قال لي خلني قاعد معاهم خل تنازلون خل هذا خلي يصير شيء ودي وما شنو انا اللي رفضت قلت انا ما ابي شيء ودي انا ما ابي اقدم اي تنازل وهو صراحه شعيب لما نسعى في الموضوع كان يبون يقدم تنازل معين وانا قلت لهم انا ما راح اقدم تنازل تبون التنازلون تطلعون انتم بالزينه تبون تطلعون بطريقه معينه تستغلونها اعلاميا انا ما راح اقدم اي تنازل علشان يصير اي شيء في هذه القضيه هذه انتم بديتوا الموضوع وانا مكمل في قضاياك مع مطاعم الوجبات السريعه اي وايد مكمل لك امس منزل او اليوم منزل شيء على هم همبرجر بس هالمره ما قلت وين لا حاط مكتوب لا محطوط المطاعم كلهم لا 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 مستمر انا شوف انا على قولتهم خدت على عاتقي التوعيه تمام هذا جزء كبير من اللي انا قاعد اسعى اني اسويه لانه مو منه مني ولكن واجب علي ان انا اوعي الناس انا كوني اعمل في المجال الطبي انا من مسؤولياتي علاج توعيه ووقايه فانا قاعد اسعى في التوعيه لانه هو واجبي لا اشكر عليه ولا منه مثل ما قلت بس ان انا مستمر لين يصير شيء يخليني ما استمر شنو عاد ما ادري بس ان انا الناس توعى طيب بشكل سريع بس كذي اذا ابي افتح بس زاويه تتعلق فيكم يا دكاتره الاسنان ماكو الحين يمكن شارع بالكويت في اعلانات ما في جريده بالكويت فيها صفحات اعلانات مواقع السوشيال ميديا اعلانات الا وتشوف سالفه التبييض والاسنان وعمليات تجميل الاسنان صارت بشكل كبير جدا صح هذا الوضع طبيعي سليم صحي بس عندنا بس بالكويت ولا العالم كله كذي راح نرجع لموضوع العنصريه انا وايد على اي لا بعد شويه زين شوف انا قلتها من 6-7 سنين بدايه السوشيال ميديا وللحين اقولها التسويق اللي قاعد يصير حق الاسنان غلط التسويق اللي قاعد يصير تسويق تجاري حق مهنه انسانيه مهنه متعلقه في صحه احنا قاعد نقدم خدمه صحيه احنا مو قاعد نقدم تجاره احنا مو قاعد صح في عيادات خاصه ولازم انا اربح عشان اكمل في العياده الخاصه صحيح 100% انا اعمل في العياده الخاصه ولكن مو معنات هذا اني انا اسوق بالطريقه اللي قاعد تصير انا ضد التسويق اللي قاعد يصير شنو المشكله باللي قاعد يصير اوكي الفكره اللي وصلت حق الناس ان انت لازم تسوي ابتسامه حلوه كل انسان كل واشوف انا عندي في العياده من بين 10 يدشون عندي العياده 8 انا بسوي ابتسامه هلود ليش لا ابي اسناني تصير جميله هذا الجواب ممكن يكون باختصار تمام انت تبي اسنانك تصير جميله مو بابتسامه هلود اللي تم تسويقها بطريقه انه مثل الجنطه لازم تشتري جنطه جديده هذا لازم تشتري سياره جديده ابتسامه هلود لا 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 الموضوع متعلق بالصحه احنا قاعد نتكلم عن شيء متعلق في الصحه فلازم تكون الكرايتيريا مالتنا شغلات وايد غير عن اللي قاعد يصير التسويق اللي يصير المفروض يكون جدا مختلف لازم نسعى الى تحسين المستوى الصحي اذا معاه تجميل خير وبركه اذا بس انا يعني مثلا يوني ناس انا بسوي ابي احفر اسناني كلهم علشان اجملهم وشون احنا نبي نحافظ على الاسنان بس لا 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 بس لا بس, بس هل تسويق وهالدعايات قاعد تطلع من دكاتره اسنان من عيادات اسنان صح زملائي وغلط انا اقول لك يا 100% غلط مو صح وايد غلط مو صح يعني شوف الحمد لله ان ان
ان الحين الناس بدات تتوعى زياده ان في موضوع ان لا 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 انا بحافظ على اسناني، انا ما ابي احفر اسناني، انا ما ابي احفر اسناني الا اذا انا محتاج. واعتقد ان الناس اللي قاعد يتوعى او اللي قاعدين يوني بهذا لان قاعدين يشوفوني انا دائما اقول حافظ على اسنانك حافظ على اسنانك حافظ على اسنانك على طول، ما طوف اسبوع الا لازم انا قايل هالشيء، لازم اقول حافظ على اسنانك. صح ان في مرات احنا نضطر ان نسوي ابتسامه هوليوود، ولكن هي تكون جانب من العلاج، انا اعالج وجزء من العلاج ان انا اجمل الاسنان. ليش؟ لان مثلا الاسنان خربانه مكسوره فيها تسوس فيها مشاكل، انا احتاج اني اعدلها علاجيا مع تجميل. ما يكون الاساس تجميل، يعني مثلا الفينيرز كلنا نسمع عن الفينيرز، علشان انا اسوي فينيرز لازم تكون الاسنان صفتها زينه والاسنان زينه ما فيها ولا شيء. في حالات معينه بسيطه نادره اللي تكون الاسنان جدا جدا محتاجه ان اسوي لها فينيرز، ولكن اللي قاعد يصير ده وايد وايد اوفر. طيب قبل ما اروح حق العنصريه والوافدين وشويه نروح للشق السياسي، بوديك الحين بطلعك من الاسنان للسياسه، شنو مشكلتك مع الحريم اللي يسوقون سيارات؟ اوف مش مشكله واحده او مشاكل؟ لا 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 بس واحده. بس واحده؟ اي لما ينتقلون من حاره لحاره خليه يشوفون المناظر اللي على الجنب بس. بس والله صدق صدق اذا سووا هالشيء انا اكون شاكر لهم جدا. انت مره قلت تغريدة في مايو 2016 اغلب الناس يعتقدون ان امراه داخل سياره اخطر من داعش. اي شيء مبالغ فيه بس انه يعني مشكله الحريم بسياقه سيارات. اي انا اشوف اي سجل الاحصائيات تقول ان الرياييل اللي هم اللي عارفين الدنيا احصائيات الحين نتكلم علميا عشان لا احد ياخذ علينا شيء. علميا الرياييل أسوأ. اي بس انه بس انه بس انه شوف يعني الريال اذا سوى مشكله يصير حادث، المره اللي سوت مشكله نفسيتك تتعب، القولون ينتفخ، راسك يعورك، ف حادث اهون يصير حادث. اوكي خلاص حادث لنا حادث بس انه تبعات اللي تسوي المره ومتعب. طيب معاناه. طيب ماشي. اظهر العنصري الذي بداخلك وراجع مستشفى عنصري، وبالمره خلي يعالجون العنصريه. مستشفى تم تأسيسه على العنصريه، بس ما يصير نقول عنصريه علشان ما نجرح مشاعر العنصريين وبالطقاق الوافد. مشكله العنصريه عندنا بالكويت فعلا موجود، هذا كله هذا كله كلامك بس هذا بس هل بالفعل احنا عندنا العنصريه ولا انت قاعد تبالغ؟ العمليه كلها كانت تتعلق بموضوع تخصيص مستشفى جابر الكويتيين. تمام سويتنا احنا مجتمع عنصري. زين اول شيء 70% ايش رايك اول شيء تقول لي بس بعد الفاصل؟ يلا مو جاهز؟ لا يلا يقول لك يلا. شوف لما سووا الاستفتاء 70% من الناس قالوا انه يبون مستشفى جابر للكويتيين فقط. قبل لا ادش في الموضوع بالتفصيل، انا متفهم جدا المعاناة اللي قاعدين يعانونها الناس. الناس على بالهم ان انا ليش طبيب فعندي واسطة واروح هذا، ولا ان انا اروح قطاع خاص وهذا. لا لا لا، انا في يوم من الايام كنت محتاج MRI، قعدت 3 أشهر او 4 أشهر عشان اخذ MRI. فانا حاس بالمعاناة اللي قاعدين يمرون فيها. لكن احنا عندنا مربع في 4 أضلاع، الوزارة، الطبيب، الناس والوافدين. اضعف ضلع الوافدين، فهم اللي قاعد يصير عليهم الشيء، أو هم اللي قاعد تصير القرارات عليهم. الطبيب يحاول كثر ما يقدر، وأنا أشوف زملائي شلون يشتغلون، يحاولون كثر ما يقدر إنه يعالج الكل، يحاول كثر ما يقدر إنه يسوي اللي مطلوب منه. من اللي ماكلها؟ اللي ماكلها المواطن والوافد. نفس الشيء في نفس المشكلة، اثنيناتهم يعانون من الزحمة واثنيناتهم يعانون من الفوضى اللي صايرة. فيات الوزارة قالت أنا عشان أنا أقدم حل شلت الكويتيين وبحط بعطيهم مستشفى حقهم بروحهم، هم أقل الزحمة وهم أعطيهم رعاية شوية مختلفة. المشكلة الأساسية مو بالوافد، المشكلة الأساسية بالسيستم اللي احنا قاعد نمشي فيه بالكويت، اللي هو الإدارة، الوزارة غلط، اللي قاعد يصير غلط، طريقة علاجنا وطريقة تعاملنا في القطاع الصحي مو صحيح. لو كان الوافد هو المشكلة كان ما عندنا مشكلة العلاج في الخارج. روح العلاج في الخارج من أكثر الأماكن فوضى بالكويت، من أكثر الأماكن واسطات بالكويت، من أكثر الأماكن اللي ضايع حقك فيها. ليش ما فيها وافدين؟ زين ليش فيها مشكله؟ ليش عندنا هالشيء موجود؟ ليش؟ لان عندنا سوء اداره، مو لان الوافد، مع ان مكان ما في ولا وافد. صح العلاج في الخارج كويتين 100%، زحمه
وتدور لك واسطه ولجنه وما ادري شنو قصه. انا اختي الدوام هناك مسكينه اشوفها تعاني. ليش؟ سوء اداره بهالبساطه. اذا انت شلت الوافد ما حطيته مستشفى جابر مو معناته انك حليت المشكله. راح تسوي نفس اداره العلاج في الخارج مستشفى جابر نفس الشيء. وين المشكله؟ المشكله في الاداره في طريقتنا. احنا في الكويت عندنا اشياء وايد تافهه تخليك تروح الطبيب وانت ما تحتاج تروح الطبيب. اول شيء المرضيه. ليش انا اعطيك مرضيه؟ ليش اخليك تصير زحمه في المستوصف عشان انا بروح اخذ مرضيه؟ ليش؟ انت مو عندك 12 مرضيه بالشهر بالسنه؟ خلاص اتصل تليفون انا مريض انتهى الموضوع. ليش انا اروح؟ ليش في واحد في انفلونزا يروح الطبيب؟ ليش؟ قاعد يسبب زحمه، قاعد يصير لويه، بعدين احنا نقول والله الوافدين نسوي. الوافد شو يسوي؟ الوافد يفرق معاه اذا ما اخذ مرضيه ولا ينقص راتبه ولا هذا، فمضطر انه يروح عشان ياخذ مرضيه. هذا سبب تافه واحد بس. قيس على هذا اشياء وايد الفوضى اللي موجوده عندنا. خلينا في جزئيه العنصريه اللي يعاني منها المجتمع. زين، اول مشكله انه يكون اكو عندنا وايد مستشفيات واحد منهم حق الكويتيين. هذا منطق عنصرية. منطق كثيرين يعني مو منطق. انا ارجع واقول اذا الشخص العادي يقول هالكلام انا اتفهم. طبيب يقول هالكلام شيء جدا مزعج. وزير يقول هالكلام. هذا اللي يخلينا احنا وايد تنرفزنا من هالموضوع، او مجموعه من الاطباء وايد تنرفزوا من هالموضوع واتهمنا بالانسانيه واتهمنا بالمثاليه واتهمنا مش عارف ايش. نواب مجلس الامه طلعوا ورفعوا بيرق وقالوا ان هذا القرار السليم وصحيح ولازم يتطبق ويتعمم ونكثر منه. بالعكس ان شاء الله الكويت كلهم يقولون ان هذا صح. انا بروحي اقول غلط، انا مقتنع ان هذا غلط. الاكثريه ما تخلي الغلط يصير صح، الاكثريه تخلي الغلط يظل غلط والصح يظل صح، ما له شغل. لكن لما انت تجي الحين احنا درسنا ان انا اعالج المرض بغض النظر منه المريض. انا اذا في حرب ويجيني العدو ويجيني هذا انا اعالجه، ما راح اقول والله انت عدو وشنو. انا اؤمن ان الانسان لازم يميز في وطنه. انا اتفق معاهم كلهم الا في ثلاث امور انا اؤمن انه ما يكون فيها تميز. لا يمكن يصير فيه تميز: الامن والتعليم والرعايه الصحيه. يعني تخيل يوم من الايام واحد محترق بيته، وافد وكويتي قلت هالمثال انا من قبل، ضايع قطوته. هذول اثنيناتهم يدقون على المخفر، والله يقولون حق وافد انطر لان في كويتي ضايع قطوته. الامن ما في تمييز كلش. انت الحين كرجل امن او كمنظمه امنيه التعامل مع الامن بس كأمن. انا مو قاعد امنعك منك ان تتعالج بالكويت بهذا المبلغ الرمزي. فضلت احد في مستشفى على واحد. أحد. التفضيل ما يصير في العلاج. انت فضلت احد على احد بناء على شنو؟ بناء على العرق، وهذا غلط. انا افضل احد على احد بالخاص. النائبه صفاء الهاشم طلعت وقالت انا رحت مصر. هذه غلط. شو المشكله صفاء الهاشم؟ مو شرط ان صفاء الهاشم معصومه. تقول صح. انا درست في بريطانيا ودرست في امريكا ورحت المانيا ورحت مصر. بس هي قالت جابت مثال انها راحت مصر وكانت تبي تتعالج في مستشفى وقالوا لها ان هذه بس حق المصريين. فالعمليه مش معنى هناك انه يصير وش معنى هني ما يصير. اوكي خلاص عيل. بعد الفاصل. اوكي فاصل قصير هنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، لا زال حوارنا مستمر مع ضيفنا طبيب الاسنان والناشط في السوشيال ميديا الدكتور محمد نبيل الصفي. دكتور في الفاصل الاخير انا ما عندي وايد وقت، بحاول بشكل سريع جدا اعرج على مجموعه من القضايا، لكن عشان نلم جزئيه العنصريه انا يمكن ذكرت لك قبل الفاصل تصريح للنائبه الفاضله السيده صفاء الهاشم ان هي تؤيد موضوع تخصيص مستشفى جابر للكويتيين. مو بس المستشفى، هي طبعا ذكرت يعني في تصريحها بان زيارات العائليه لاسر الوافدين تتسبب في طول طوابير الانتظار في المستشفيات ونقص الاكسجين في غرف الطوارئ، وان هناك من ياتي لتلقي العلاج في حالات الولاده وعلاج السرطان وعمليات التكميم وعلاج السمنه. بالمقابل ايضا طالبت بان يدفع الوافد رسوم على الطرق عشان تنخفض معدلات الازدحام. انت لما تقول انه صار في ضغط، هذا سبب الوافد ولا سبب اداره المستشفيات قاعد يصير فيها ضغط؟ يعني ما يصير احنا وصلنا 4 مليون لحين عندنا بس 5 أو 6 مستشفيات رئيسية. ما يصير هذا خلل في الإدارة. فأنا سويت لك حل، سويت لك مستشفى جديد ما راح يحل الكويتيين. ما راح يحل المشكلة. أرجع وأقول ما راح يحل المشكلة. وأقرب مثال العلاج في الخارج.
انا مو مع حل المشكله، انا مالي شغل شنو راح يحل المشكله، انا ما اعرف شو اللي راح يحل المشكله، ولا دور اني اشخص المشكله واحلها. انا اللي انت دورك اللي قلته في تغريده ان الموضوع وايد اكبر من اختلاف الموضوع. صح. ثقافه شعب تخرع. صح. شنو اللي خرع في ثقافه ثقافتنا بالكويت اللي الحين الكويتي اللي رافض الوافد، شو اللي يخليه يوم من الايام ما يرفض كويتي ثاني مختلف عنه؟ المبدا موجود، الثقافه موجود، الفكره الاساسيه موجوده. ليش؟ لان انا عندنا قناعه ان احنا غير، كل واحد عنده قناعه ان انا غير. انا اؤمن ان كل انسان غير، بس ولكن انا غير، ان انا كويتي، انا غير. تميز في وطنك كثر ما تبي، الا في الثلاث الامور الاساسيه ما يصير تميز فيهم، وخصوصا العلاج. يعني ما يصير انت والله انا ما راح اعالجك لان انت وافد. احنا عندنا بالوزاره في ادويه حق الكويتيين، في ادويه حق مو الكويتيين. انا يعني نفس المرض اعطي دواء هذا غير عن هذا؟ اي بس اقول لك انا كدوله قاعد هذا الدواء قاعد يكلفني مثلا 10 دنانير ايبه بالمره، اعطيك انا مجانا الكويتي، بس اخلي الوافد يدفع. خليه يدفع الوافد، ما في مشكله. انا مو ضد ان الوافد يدفع. هو ممنوع انه حتى يدفع اذا يبي يدفع الوافد؟ لا لا اي ما ياخذه. هذا شيء تروح مستوصفات اوقات حق كويتيين واوقات حق وافدين. شلون لمتى احنا راح نفصل؟ لمتى راح ينشئ جيل عندنا مبني على الفصل؟ انا مفصول عن غيري، انا مفصول عن هذا. وخصوصا ان احنا قاعد نفكر على الوافدين ان الوافدين هم اقل من الدرجه، صح؟ بس انت لما تشوف الكندي والبريطاني والامريكي والاسترالي والالماني اللي جايين الكويت هم كانوا في مستوى اعلى صحيا ويوم مستوى اقل صحيا. فهذا اصلا احمد ربك انه قاعد تعالج عندك. الفكره ما فيها ان الفصل اللي قاعد يصير قاعد انا اشوفه ان قنبله موقوته يوم من الايام راح تنفجر. وهذا دليل على ان احنا مجتمع عنصري حسب كلامك. اوكي انا اؤمن ان كل انسان عنصري، كل انسان في شخص داخل عنصري، في واحد في داخل عنصري كبير وفي واحد داخل عنصري صغير. بس بشكل عام تبي نقول ان المجتمع عنصري، المجتمع فيه عنصريه يعني. نشوفها واضحه، ما راح نقص على روحنا. شوف مخرجات الانتخابات، شوف اشياء وايد راح تلاحظ ان هناك جزء من عنصري. محمد نبيل الصفي عنصري في شنو؟ انا عنصري في شنو؟ انت قلت انا في كل واحد في عنصري. اعطيك مثال، تصويت بالانتخابات شلون عنصري؟ دائما اروح ادور اللي لنفسي بدون تندش وايد تفاصيل. انا يستهويني هالموضوع هذا. انا اؤمن كلنا فينا داخلنا شخص عنصري، بس في واحد داخل شخص عنصري وصغير، وفي واحد داخل شخص عنصري وايد كبير. كلنا نميل حق مماثلينا. صوت حق منو بالانتخابات اللي طافت؟ ايه. كامل عوضي. اوكي احنا شلون قلت لي كامل عوضي؟ لا شنو العنصريه في الموضوع يعني؟ ما ادري. طيب مع كامل احترام طبعا التقدير نوجه له تحيه. دام فتحت موضوع الانتخابات، انزين بما تبقى من وقت بسيط في عمر الحلقه هذه، انا والله كنت بحضر شغلات اكثر يعني تكلمنا عنها يمكن قبل الفاصل، بس كان ودي نقولها على الهواء لكن كان ماكو وقت وايد. انت مقل في الحديث عن السياسه، على الرغم من أن عندك آرائك السياسية الصادمة الغير معلن الكثير منها. تقدر تقول كلها مو معلن. كلها. طيب إحنا الحين ما نبي نأخذهم كلهم، بس أنا بشكل سريع جدا، محمد الصفي كيف يقيم الحكومة، حكومة الكويت؟ أنت شلون قاعد شلون تراها؟ أوكي. بغض النظر ما نبي ندش بالتفاصيل لأن أنا ما أعرف وايد تفاصيل، بس أي واحد في الكويت يدري أن المفروض وضعنا يكون وايد أحسن من كذي. أي واحد. لما نحن خصوصا نحن اللي رحنا درسنا برا وشفنا عشنا برا، واي واحد شاف راح برا يشوف ان مو ناقصنا شيء، امانه مو ناقصنا شيء. يعني الحين على سبيل المثال العيادات، العياده اللي كنت اشتغل فيها في بريطانيا مستواها وايد اقل من العياده اللي قاعد اشتغل فيها الحين انا بالكويت. العيادات احنا عندنا متطوره جدا. ليش احنا بالعيادات متطورين؟ زين ليش مو بالشوارع متطورين؟ زين ليش مو بالمستشفيات؟ شنو مشكله الحكومه؟ انا اشوف هي عندنا سوء اداره في اغلب الاماكن في الكويت. عندنا سوء اداره. سوء اداره بالحكومه؟ اعتقد احنا عندنا سوء اداره في كل مكان، سواء في الحكومه في المجلس. في كلامك في نوفمبر 2011. اوكي تغريده مو وايد يعني زين 6 سنوات ايام بريطانيا.
تصرفات الحكومة تخلي اللي ما يفهم بالسياسة يصير من المعارضة غصب. أنا ما أفهم بالسياسة بس أفهم بالعدل، أنا معارضة. ما أذكر شنو كان السبب بس أتوقع إذا ماني غلطان لما طلعوا مسيرة ونطقوا، ما أذكر بس أعتقد أنه يمكن عند الجواب بس ما أبي أقول الحين، ما أدري بس أنا أذكر في ذاك الفترة أنا وايد انحرق دمي. أنا مو معارضة أنا ما لي شغل بالسياسة ولا أعرف السياسة، ولكن أنا ضد أن أشوف الكويتي ينطق. ما يعجبني أنا، ما تعلمت أني أشوف هالشيء ولا شفته، ما شفته، أنا ما شفت هالشيء. فأول ما صار هالشيء أنا وايد رفضت هالموضوع، وايد ما عجبني الموضوع. أمانة موقفك هذا كان أنك أنت تؤيد الحراك اللي صار في ذلك الوقت؟ لا لا لا، ولا أنا ضد أن الكويتي ينطق. الكويتي سوى غلط يتعاقب بالطريقة القانونية، ليش أطقه؟ الطق عمره ما كان علاج. ولا عندهم مبرر أنه أصلاً ما صار طق إلا طق محدود، وأن هذيل يطلعوا على القانون، فإحنا طقنا ونطلعوا على القانون. طلعوا القانون أخذه وقطه بالسجن، قطه بنظارة وحاكمه. أنا ضد مبدأ الطق، أنا مالي شغل اللي طلعوا صح ولا غلط، ولا أدري ليش طلعوا بالضبط، ولا أدري إذا كانوا صح ولا غلط، ولا معاهم ولا ضدهم ولا شيء. بس أنا عندي ما يصير كويتي ينطق. بس أنت معارضة؟ بذاك الوقت يمكن. أنت قلت. يمكن بذاك الوقت إيه أنا عرفت، بس إنه يعني لما نشوف أنا 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 بوزارة الصحة معارضة إيه. أنا اللي خالي خلاني أطلع من 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 وظيفة حكومية لأن أنا معارض على السيستم اللي قاعد يصير في الحكومة. أؤمن إنه أو أدري إن مستوانا ممكن يكون وايد أحسن من المستوى اللي إحنا. لكن في سوء إدارة. لكن في سوء إدارة. أروح بسرعة حق المجلس، مجلس الأمة، مجلس الأمة الحالي قاعد تتابعه؟ لا. كلش. كلش. ليش قلت لا هذه كذي وانت مطمئن اصلا ولا كنا اصلا فارقه معاك اصلا في مجلس امه يعني؟ لا لا انا قلت لك قبل هذا انا ضد الديمقراطيه كلها. هذا الحين موضوع الله يخلينا نتكلم مايل ضد الديمقراطيه. اي ما اشوف هالنظام صح. شنو الصح عيل؟ يمكن ما ادري شنو الصح عيل، ما اعرف الصح، بس اللي قاعد اشوفه مخرجات الديمقراطيه في اكثر من مثال في اكثر من دوله بدول العالم مو مخرجات زينه. يمكن احنا عندنا سوء استخدام للديمقراطيه. امريكا، بريطانيا طلعت من الاتحاد الاوروبي، هم ما يبون يطلعوا من الاتحاد الاوروبي. كل 70% من الشباب ما يبون يطلعوا من الاتحاد الاوروبي، ويطلعوا من الاتحاد الاوروبي، واللي قرروا الكبار اللي ما لهم شغل في مستقبل نوعا ما مستقبل البلد. امريكا نجحوا ترامب. انا اؤمن ان الديمقراطيه شوف احنا وصلنا 2017، لازم يقول لنا النظام المخرجات تكون صح. ما يصير احنا 2017 ما يبون يقول لك نظام الوضع كذي مبسوطين احنا منه يعني. هني عندنا بالكويت؟ ايه. انا قاعد اتكلم بالعالم. لا احنا خلنا بالكويت، ما عندي وقت اروح حق العالم. لا لا بس انه حتى انت تشوف بالعالم في مخرجات وايد قاعد تصير مخرجات غلط. ليش؟ معناته ان النظام غلط. ما يصير يعني مثلا الحين احنا في الكويت ما يصير نكرر نفس الطريقه ونتوقع نتائج مختلفه. انا اشوف نفس ما قال اينشتاين من الغباء، تكرر نفس الاسلوب نفس الطريقه نفس حل نفس المشكله وتتوقع نتيجه مختلفه. ما يصير ان نسوي نفس الشيء بدون لا تكون سياسي. ما يصير تسوي نفس الشيء وتتوقع شيء مختلف. ف ما احب الديمقراطيه. ما تحب الديمقراطيه؟ وشيء ثاني بالديمقراطيه يعني مو قاعد تشارك في انتخابات مجلس الامه. اي لان مع انك انت في مبطل اثنين. ايه. هاجمت منه مبطل اثنين. مبطل اثنين شنو مبطل اثنين؟ اللي هو مجلس الأمة اللي أبطل سنة 2012 الثاني. كانوا اثنين الأول والثاني. أنت غلط. إيه أنت غلط وقلت نائب يمثل الأمة بخمسمية صوت بس، أنا جبت أصوات أكثر منه في انتخابات اتحاد الطلبة أمريكا وما نجحت، بروح أطعن باكر. إيه بس إنه نكتة مو 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 صدق. إيه بس كنت بشارك تحت هاشتاج اسمه المجلس الحالي لا يمثلنا. أمانة. ذاك الوقت كان يحوشنا احباط انه ايش السالفه، كل ما طلع مجلس ابطل، كل ما طلع مجلس تغير، ما ادري شنو هذا. يعني احنا هنا مثلا انا افكر مستقبل عيالي، اذا الديره مو مستقره، اذا الوضع مو مستقر، انا ضايق. ما احتاج اكون سياسي علشان اعرف ان الوضع اللي موجودين هنا فيه منو يتحمل المسؤوليه؟ النواب، المجتمع، الحكومه، انا اشوف مجلس افراد المجتمع نتحمل اكثر شيء. لازم احنا نختار عدل، لازم يكون احنا عندنا وعي اللي تكلمنا فيه من البدايه، ان انا اكون انسان واعي اختار اختيارات. ماكو وعي، لازم توعى. ايش كثر نسبة الوعي عندنا بالكويت؟ ما ادري، ما في احصائية. يعني انت ما الحين هالسؤال اعتبره انه سؤال مو علمي، غير قائم على اساس علمي. محمد نبيل الصفي كيف يرى مستوى الوعي بالكويت؟ بالمية. بالمية خلنا نقول اذا كان متفائل بدون مجاملة 25%.
كده انا متفائل. هذا اذا انت متفائل يعني. سؤال اخير، انا تجاوزت الوقت بالبروفايل مالك في تويتر حاط موطن القدس. اي نص دقيقه ابي تعليق على ليش حاط موطن القدس. اتمنى اني ابي ازور القدس، احس ان انا احس ان انا انتمي هناك، يمكن لانه مكان الوحيد بالعالم اللي ما اقدر اروح له، فاتمنى اني اروح. صدق 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 صد وايد اتمنى. بس تقدر تروح له؟ والله صار لي سنتين قاعد احاول للحين ما قدرت. يعني ممكن تروح له الحين في ظل الوضع الحالي؟ قاعد احاول، انا راح احاول كثر ما اقدر لين اروح. يعني الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يسر لي امور وايد في حياتي ابيها وصارت. تقريبا كل الامور اللي بحياتي ابيها صارت، بس باقي هذا اذا صار اكون خلاص خلصت كل شيء ابي. ان شاء الله. كل الشكر لك. مشكور انك تحملتنا. حاولنا شويه ان نطلع ما نستطيع يعني داحرك شويه بس على الخفيف يعني. الوقت داهمنا، كان ممكن احنا نستعرض قضايا مهمه خصوصا موضوع الديمقراطيه هذا يعني مصيبة. قلت بسرعه كذي قطيتها ومشيت يعني، بس ان شاء الله يجمعنا لقاء ثاني معك دكتور محمد نبيل الصفي. كل شكر لك. مشكور ما قصرت. حياك الله. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، وعدنا نجدد معاكم الاسبوع القادم الساعه 10 في قناه الكوت. لذلك الحين تقبلوا تحياتي وفي امان الله.